بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن إخوتنا في أرض فلسطين، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. لا زال الكلام حول مبحث التخصيص. في الدرس الماضي تكلمنا أن التخصيص بمعنى المخصص ينقسم إلى قسمين، إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه بل يذكر مع العام، المنفصل ما يستقل بنفسه فيذكر منفردا. وذكرنا أيضا أن المخصص المتصل خمسة أشياء: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل، خمسة أشياء. من هذه الأشياء أخذنا الاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخوات إلا. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي لم نتمم الكلام عليه، اليوم إن شاء الله نتمم الكلام على مبحث الاستثناء. هو ذكر الاستثناء وذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء. قلت لك في الدرس الماضي إن المسائل التي ذكرها تتعلق بالاستثناء خمسة أو خمس مسائل. المسألة الأولى أن الاستثناء قسمان، متصل ومنفصل، هذه أخذناها. الآن المسألة الثانية، يمكن أن تضع لها عنوانا: جواز تقديم الاستثناء وجواز تأخيره، جواز أن يتقدم أو يتأخر. فقال رحمه الله: ويجوز تقديم المستثنى. من يقرأ؟ بسم الله. يمكن أن تقرأ إلى نهاية مبحث الاستثناء، تفضل خذ الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال العلامة أحمد بن جهران المالكي رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كما يجوز تأخيره لوجوده، أي التقديم في الكلام. قال الكميد: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وإذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض، رجع ذلك إلى الجميع حيث صلح له، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب الآية. وإذا تعقب مفردات فهو أولى بالرجوع إلى الجميع، نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل إلا الفسقة. وإذا تعدد الاستثناء فإن كان بحرف العطف فكلها تعود للأول، نحو: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة، وإلا اثنين، فيلزمه واحد فقط، وإلا فكل واحد عائد لما يليه ما لم يستغرق. فقوله مثلا: له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، يلزمه ستة، لأن الأول مخرج والثاني مثبت والثالث مخرج. واعلم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. مثال الأول: ما قام إلا زيد، فزيد ثبت له القيام. ومثال الثاني: قام القوم إلا زيدا، فزيد منفي عنه القيام. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: في المسألة الأولى، يعني في المسألة الثانية، المسألة الأولى الاستثناء قسمه متصل منفصل. المسألة الثانية قال: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كما يجوز تأخيره لوجوده، أي التقديم في الكلام.
تمام. قال الكميت بضم الكاف: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. هنا تقدم المستثنى آل أحمد على المستثنى منه شيعة، وتقدم مذهب الحق، تمام، مذهب على الحكاية، الحق على مذهبه. واضح؟ ميكروفون نعم، لا بأس إذا صلح هذا، لا بأس. أحسنتم، شكرا شكرا. بسم الله بسم الله. كيف الصوت؟ هذا جيد إن شاء الله، لكن كان أضعف من ذلك، لا بأس. فالمقصود بارك الله فيكم من المسألة واضح، وهو أنه يجوز أن يتقدم المستثنى ويجوز أن يتأخر. المسألة التي تليها: قال وإذا تعقب الاستثناء جملا. هذه المسألة يمكن تضع لها عنوان: تعقب الاستثناء للجمل. تعقب الاستثناء للجمل، ما الحكم؟ قال وإذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع حيث صلح له. بمعنى لو قلت مثلا: زوجتي طالق، وعبدي حر إن شاء الله. إن شاء الله استثناء، هل يعود على الجملة الأخيرة وعبدي حر، أو يعود على الجملتين؟ يقول لك: وإذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع حيث صلح له، أي حيث صلح عود الاستثناء إلى الجميع. مثل لذلك بمثال من القرآن الكريم، ومثلت لك بمثال من الفروع الفقهية. فمثاله في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه ثلاث جمل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، تاب من ماذا؟ إلا من تاب من الإشراك، وتاب من قتل النفس، وتاب من الزنا. فالاستثناء الذي في قوله تعالى إلا من تاب يعود على الجمل الثلاث. فقال هنا إلى قوله إلا من تاب، أي فإنه راجع إلى الكل. واضح؟ مثال آخر لذلك من القرآن الكريم في سورة النور، يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا سأكتبه في السبورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صح؟ كم عقوبات؟ ثلاث عقوبات، صح؟ إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يعود على ماذا؟ واضح؟ هذا الاستثناء يعود على ماذا؟ هذا الاستثناء طبعا هو قال لك إن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات، متعاطفات، تمام، فإنه يعود على الكل بشرط
إذا صلح أن يعود على الكل. هذا الذي قرره هنا هو مذهب الجمهور. مذهب الحنفية أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات يعود على الجملة الأخيرة لا على الكل. فهمتم علي ولا لا؟ طيب الآن نأتي إلى هذه الآية الكريمة في سورة النور، قوله سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا، يعود على ماذا؟ بالإجماع يعود على هذه الجملة، إلا الذين تابوا فيرتفع عنهم اسم الفسق وأحكام الفسق. جيد؟ إذن هذا بالإجماع عود الاستثناء هنا إجماعا، سواء على قول الجمهور الذين يقولون يعود على كل الجمل أو على قول الحنفية الذين يقولون يعود على الجملة الأخيرة، وهنا لا يعود الاستثناء بالإجماع أيضا بالإجماع. يقول قال لماذا بالإجماع؟ ألم تقل قبل قليل إن الجمهور يقولون يعود على جميع الجمل، على جميع الجمل، فلماذا لا يعود على هذه؟ الجواب لأنه لا يصلح أن يعود عليها، إذ قام الإجماع على أن التوبة قبل إقامة الحد لا تسقط الحد. فمن زنى مثلا وتاب قبل أن يقام الحد لا يسقط عنه حد الزنا، التوبة قبل إقامة الحد لا تسقط الحد إلا في ترك الصلاة، إذا تاب وصلى لا يقتل، صح؟ على التفصيل المذكور في كتب الفقه. إذن هنا لا يصلح أن يعود الاستثناء على الجملة الأولى، ولذلك قيد كلامه هنا فقال إذا صلح له. طبعا صلح يصح تقول صلح له. بقي فين الإشكال؟ هل يعود الاستثناء على قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا؟ بمعنى إذا تاب هذا القاذف هل يمكن أن نقبل شهادته بعد ذلك أو لا؟ على كلام الحنفية ماذا سيقولون؟ لا يعود الاستثناء على غير الجملة الأخيرة، وبالتالي عندهم القاذف إذا تاب لا تقبل شهادته حتى إذا تاب. واضح؟ بناء على هذه المسألة الأصولية. جيد؟ وقال الجمهور تقبل شهادته إذا تاب، لأن الاستثناء يعود إلى الجميع إلا لما لا يصلح عود الاستثناء إليه، وهذه ولا تقبل لهم شهادة أبدا يصلح أن يعود عليها الاستثناء، فإذا تاب القاذف من القذف قبلت شهادته. جيد؟ الحنفية أيدوا كلامهم من الآية أن هذا لا تقبل شهادته بقوله سبحانه وتعالى أبدا، لا تقبل لهم شهادة أبدا، فهذا فيه زجر بليغ له ألا يقع في القذف، فإذا وقع في القذف لن تقبل له شهادة أبدا. وأنتم تعلمون أن أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان لا نهاية له، صح ولا؟ جيد، ممتاز. لكن أجاب الشافعية فقالوا المراد هنا بقوله أبدا أي مدة إصراره على القذف، واضح؟ لا تقبل له شهادة أبدا أي ما دام مستمرا في إصراره على القذف لا تقبل شهادته، أما إذا تاب فإن شهادته تقبل. إذن هذه مسألة فرعية فقهية تنبني على هذا الخلاف الأصولي. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، هذا مثال آخر، لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه في بيته مثلا، ولا يجلس
على تكريمته، فتح التاء سكون الكاف تكريمته، التكريمة فراش المخصص لصاحب البيت، الوسادة المخصصة لصاحب البيت، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أين الاستثناء؟ إلا بإذنه، هل هو للجملة الأخيرة أو للجملتين؟ للجملتين. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فقوله إلا بإذنه يعود على هذه الجملة كما أنه يعود على هذه الجملة. فهم؟ فهم؟ قال لك هنا: وإذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع حيث صالح له. أنا أود لو تكتبون هذا المثال حتى تعلموا فائدة قوله حيث صالح له، أنه لا يصلح أن يعود الاستثناء لدليل خارجي إلى بعض الجمل. جيد. كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب. وإذا تعقب مفردات، انتبه معي الآن، الأول إذا تعقب إيش؟ جمل. الآن وإذا تعقب مفردات، تمام؟ قال: وإذا تعقب مفردات فهو أولى بالرجوع إلى الجميع. من باب أولى أن يكون الاستثناء راجعا إلى الجميع. لماذا؟ لأن المفردات لا تستقل بنفسها بخلاف الجمل. يعني ممكن هنا الجملة طبعا تستقل بنفسها، فاحتمال قوي أن يكون قوله تعالى إلا الذين تابوا راجع على الجملة الأخيرة لأنها تستقل بنفسها، لكن المفردات لا تستقل بنفسها، وبالتالي كان احتمال أن يعود الاستثناء على جميع المفردات من باب أولى لا على المفرد الأخير. ما مثاله؟ قال: نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة. طيب إلا الفسقة ممن؟ إلا الفسقة من الفقراء، إلا الفسقة من المساكين، إلا الفسقة من أبناء السبيل، فلا تتصدق عليهم. فهمت علي أو لا؟ إذن في المفردات كون الاستثناء يعود على جميع المفردات من باب أولى. إذا كان في الجمل يعود على جميع الجمل ففي المفردات من باب أولى. ما وجه الأولوية؟ هو لم يبين لك وجه الأولوية. وجه الأولوية أن المفردات لا تستقل بنفسها بخلاف الجمل. يعني ما معنى لا تستقل بنفسها؟ يعني المفردات أصلا كلها دخلت في جملة واحدة، فكون الاستثناء يعود على تلك الجملة فقط هذا من باب أولى. جيد. ثم قال: مسألة جديدة الآن، انتهينا من المسألة رقم ثلاثة، المسألة رقم أربعة. هذا لا يثبت هنا. نعم، المسألة الرابعة. قال: وإذا تعدد الاستثناء فإن كان بحرف عطف فكلها تعود للأول. إذا تعدد الاستثناء وكان بحرف عطف، تقول له علي 100 إلا 50 إلا 50 وإلا 40 بحرف العطف. قال هنا: فكلها تعود للأول، يعني كل الذي استثنيته يؤخذ من الأول. قلت له علي 100 مئة إلا 50 إلا له علي 100 إلا 50 إلا 50 صح؟ إلا 50 إلا 50 له علي 100 إلا 50 وإلا 40. كم المجموع؟ المجموع 90. إذن كم يلزمك؟ يلزمك 10. جيد. إذن إذا حصل هنالك عطف في المستثنى فإنك تجمع
كل ما استثنيته وتطرحه من المستثنى منه. قال: وإذا تعدد الاستثناء فإن كان بحرف عطف، وقوله بحرف عطف يشمل ما لو كان العطف بالواو أو بالفاء أو بثم أيا كان. قال: فكلها تعود للأول، نحو له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2. 4 و3 و2 كم؟ 9. قال: فيلزمه واحد فقط. جيد؟ طيب، وبناء على هذا لو قال لزوجته: أنت طالق 3 إلا 1 وإلا 1، كم يقع؟ ها؟ تقع طلقتان، كم يبقى له؟ طلقة، صح؟ جيد. وإلا، إيش معنى وإلا؟ وإن لم تكن متعاطفة، إن لم يكن المستثنى متعاطفا. جيد. قال: فكل واحد عائد لما يليه، فكل واحد عائد لما يليه ما لم يستغرق. كل واحد عائد لما يليه، لما يليه أو لما قبله؟ لما قبله، صح. كل واحد عائد لما قبله، لعل العبارة الأولى أن تكون، ليس الأولى، أظن الصواب أن تكون لما قبله. فكل واحد عائد لما قبله ما لم يستغرق. فقوله مثلا: له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 يلزمه 6. انظر، له علي 10 إلا، إيش قال؟ إلا كم؟ 5. 5 إلا 4 إلا 3. قال: فيلزمه 6. كيف يلزمه 6؟ انظر معي، له علي 10 إلا 4، اجمع 10 و4، المجموع 14، واجمع 5 3، المجموع كم؟ 8. 14 ناقص 8 يساوي كم؟ 6. فهمت علي ولا لا؟ ولذلك لو قال: له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، كم يلزمه؟ 5. واضح ولا؟ له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، كم يلزمه؟ 5. كيف 5؟ 10 8 6 4 2، اجمع 10 8 18 و6 24، صح؟ المجموع 24، واربعة 28، 2 30 ناقص 9 و7 16، و5 21، 3 24، 1 25. 5. فهمت علي ولا لا؟ جيد؟ جيد. بسم الله. قال بعد ذلك: المسألة الأخيرة، هذه المسألة ممكن تضع لها عنوان: الاستثناء من النفي والإثبات. قال: واعلم أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. هذه قاعدة: الاستثناء من النفي إثبات. كيف؟ ما قام الناس إلا زيدا، إلا زيدا، إلا زيد، صح؟ تمام.
ما قام الناس إلا زيدا. جيد، ما قام الناس إلا زيدا، هذا نفي، هذا استثناء من النفي، صح؟ زيد ماذا؟ زيد قام. إذن هذه الجملة تفيد نفي القيام عن الناس، إثبات القيام لزيد، هكذا قال الجمهور. وقال الحنفية هذه الجملة تفيد نفي القيام عن الناس والسكوت عن زيد، ما ندري زيد قام أو ما قام ما ندري، إلا زيد، تقدير الكلام عند الحنفية هكذا، إلا زيد فمسكوت عنه، وعند الجمهور إلا زيد قام. فهمتم عليه ولا لا؟ وهذا ينبني عنه مسائل كثيرة في الفروع الفقهية في الاستثناء في مثل هذا السياق، هل يفيد الإثبات أو يفيد السكوت عن الحكم؟ أما العكس فمجمع عليه. إيش العكس؟ قال ومن الإثبات نفي. لو قلت قام الناس بدون ما إلا زيدا أي لم يقم، هذا بالإجماع. ولذلك قال لك في مثالين، مثال الأول ما قام إلا زيد، فزيد ثبت له القيام عند الجمهور، وقال الحنفية زيد مسكوت عنه. والمثال الثاني قام القوم إلا زيدا، فزيد منفي عنه القيام. جيد، نكون بهذا انتهينا من مبحث الاستثناء. نشرع الآن في مبحث جديد. قال رحمه الله الفصل الثاني في المخصصات المتصلة. تفضل تفضل. ها هنا لأن الأول مخرج والثاني مثبت والثالث مخرج، هكذا، هذا الذي شرحته، هذا هو، تجمع هذا وهذا وهذا وتجمع الذي بعده فتطرح هذا من هذا، هذا المقصود، واحد مخرج واحد مثبت. جيد، هذا هو العملية التي ذكرته. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني من المخصصات المتصلة الشر، وقد مر تعريفه في خطاب الوضع من المقدمات مع بيان أقسامه. نعم. والمراد هنا الشرط اللغوي لأنه المخصص، نحو أكرم ربيعة إن جاءوا، أي فغير الجائين لا يكرمون، ويكون بلفظ الشرط كالمثال المذكور، وباللفظ الغاية كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، أي فالقتل خاص بمن لم يعطي الجزية. وحكم الشرط اتصالا وإخراجا ورجوعا وتقديما وتأخيرا، حكم الاستثناء. نعم، إذا دخل الشرط على بعض جمل مذكورة دون بعض رجع إلى الجمل الداخل عليها فقط ولا يرجع إلى الجميع، وذلك كقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم إلى قوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، فالإنفاق راجع لذوات الحمل. وكذا إذا ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لا يجوز التعميم فيما عداه. مثاله قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيتعين رجوعه إليهن فقط. أحسنت. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة الفصل الثاني من المخصصات المتصلة الشرط. المعلق على الكتاب جزاه الله خيرا علق بتعليق لطيف مفيد، فقال إن الشرط أقوى في التخصيص من الصفة، الشرط في التخصيص أقوى من الصفة. لماذا؟ قال لأن الشرط تعليق جملة على جملة، إذا لم يحصل الجزء الأول لم يحصل الثاني. فهمت عليها؟ كقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. تعليق شيء على شيء، كل منهما في المستقبل، لكن الصفة وإن أفادت التخصيص
لكنها قد لا تفيده أحيانا، إذ أن الصفة مثلا قد تخرج مخرج الغالب، وإذا خرجت الصفة مخرج الغالب فإنها لا تفيد تخصيصا. قد تكون الصفة صفة طردية ليست صفة مقيدة، ولذلك هنا قال الشرط أقوى في التخصيص من الصفة، لأن الجزاء معلق عليه، فمتى فقد الشرط فقد الجزاء، فلهذا كان في التخصيص أمكن من الصفة، أقوى من الصفة. بخلاف الصفة فإنها قد تكون لبيان الواقع، أو جرت مجرى الغالب، أو لحادثة، أو لسؤال ونحو ذلك. ولهذا هذا سبب ذكر الفائدة، قدم المؤلف الشرط على الصفة. واضح؟ إذن هم يرتبون هكذا، أولا الاستثناء ثم الشرط، لأنه أقوى من الصفة ثم الصفة، فهمت؟ قال هنا وقد مر تعريفه في الخطاب الوضعي من المقدمات مع بيان أقسامه. مر معنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط معناه لغة تعليق أمر على أمر كل منهما في المستقبل. ومر معنا، وطبعا هذا مر معنا هنا في صفحة 84، أن الشرط أربعة أنواع: شرط لغوي، وشرط عقلي، وشرط عادي، وشرط شرعي. شرط لغوي مثل إن ذاكر زيد دروسه ينجح، هذا لغوي. وشرط عقلي مثل ماذا؟ كالحياة شرط للاتصاف بالعلم، فإن الشيء لا يمكن أن يوصف بالعلم إلا إذا كان حيا، إذا قامت به الحياة، صح ولا؟ طيب. وشرط عادي كاشتراط وجود السلم للصعود للرقي إلى السطح، هذا بالعادة، مع أنه قد تخرق له العادة فيصل إلى السطح بدون سلم. أو نقول اشتراط وجود آلة للرقي إلى السطح، لأن اليوم ممكن يصل مثلا بآلة طائرة بغير سلم أيضا، صح ولا؟ طيب. وشرط إيش؟ شرعي كالطهارة شرط لصحة الصلاة. هذه كم أقسام؟ أربعة. طيب ما المراد بالشرط هنا؟ المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. قال والمراد هنا الشرط اللغوي. لماذا المراد هنا الشرط اللغوي؟ الشرط اللغوي يمتاز عن بقية الأنواع الأخرى بأنه يكون متصلا، بقية الأنواع الأخرى لا يشترط فيها الاتصال، فهمت؟ قال والمراد هنا الشرط اللغوي لأنه المخصص نحو. طبعا لأنه المخصص هذا فيه خلاف بين الأصوليين في المطولات، هل غير الشرط اللغوي يخصص أو لا؟ علامة بن قاسم العبادي رحمه الله يقول وعندي أن غير اللغوي يخصص. جيد، نترك هذا في محله. فقال هنا، بس هنا لما قال لأنه مخصص هذه العبارة قد توهم أن اللغوي وحده يخصص وأن غير اللغوي لا يخصص، وهذا قلت لكم فيه خلاف يذكر في المطولات في الحواشي ونحوها. قال والمراد هنا الشرط اللغوي لأنه المخصص نحو أكرم ربيعة إن جاءوا. أين الشرط؟ إن جاءوا. قال فغير الجائين لا يكرمون، ثم قال ويكون بلفظ الشرط كالمثال المذكور أكرم ربيعة إن جاءوك، وبلفظ الغاية، فلفظ الغاية أيضا داخل في التخصيص بالشرط، مثاله في القرآن الكريم كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالقتل خاص بمن لم يعط الجزية، وأن من أعطى الجزية لا يقاتل. في أول آية إيش؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وحكم الشرط اتصالا وإخراجا ورجوعا وتقديما وتأخيرا. حكم الاستثناء خلاص قاعدة الحمد لله، كل الذي مر معك في مسائل الاستثناء يأتي مثالها في مسائل الشرط. وحكم الشرط اتصالا، ما معنى اتصالا؟ أي كما أنه يشترط الاتصال في المستثنى، فشرط صحة الاستثناء أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه في الكلام بأن لا يفصل فاصل بينهما، كذلك يشترط في الشرط الاتصال. فلو قال مثلا أنت طالق، وبعد دقيقتين قال إن كلمت زيدا، هذا الشرط لا, 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 لا يعتبر هنا، واضح أو لا؟ لأن شرط التخصيص بالشرط الاتصال كالاستثناء، كما لو قال أنت طالق أو زوجاتي طوالق إلا زينب، لكن قال زوجاتي طوالق بعد دقيقتين قال إلا زينب، زينب يقع عليها الطلاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إيش قال؟ وإخراجا، كما مر معنا في الاستثناء أنه يجوز استثناء الأكثر، كذلك هنا في الشرط يجوز أن يكون الشرط للأكثر، مخرج للأكثر. فلو قلت مثلا أكرم بني سعد إن كانوا عدولا، وفي الواقع أن أكثر بني سعد فساق، إذن الذين سيكرمون أكثر أو أقل؟ أقل، سيخرج الأكثر، يصح الاستثناء. كما يصح أن تقول مثلا له علي 10 إلى 9 فتخرج الأكثر. قال ورجوعا، إيش معنى ورجوعا؟ المسألة التي ذكرناها هنا، قلنا الاستثناء يعود على جميع الجمل، كذلك هنا يعود الشرط على جميع الجمل، واضح؟ فلو قال مثلا أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق إن كلمت زيدا، هل قوله إن كلمت زيدا هذا الشرط يعود على الجمل الثلاث أو يعود على الجملة الأخيرة؟ فنقول اختلف الحكم، لا يقع طلاق إلا إذا كلمت زيد، أو نقول وقعت طلقتان والثالثة إن كلمت زيد. فهمتم علي؟ واضح الفرق؟ نقول يعود على الجمل الثلاث، جيد. قال هنا وتقديما وتأخيرا، ولذلك الفقهاء لا يفرقون بين أن يقول الشخص إن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول أنت طالق إن دخلت الدار، ما في فرق. فدل ذلك على أن الشرط سواء تقدم أو تأخر فالحكم واحد، جيد. ثم قال نعم، نعم استدراك استثناء، إذا دخل الشرط على بعض جمل مذكورة دون بعض، دخل الشرط على بعض جمل ذكرت دون بعض، مثل لو قال مثلا أنت طالق إن كلمت زيدا وعبدي حر، أنت طالق إن كلمت زيدا وعبدي حر، أين الشرط؟ إن كلمت زيدا، هل إن كلمت زيدا هذا الشرط دخل على كل الجمل أو على بعضها؟ على بعضها. نقول إن كلم زيدا وقع الطلاق، أما العبد فليس معلقا عتقه على شرط، لأن الشرط هنا دخل على بعض الجمل دون بعض، جيد. بخلاف ما لو قال أنت طالق وعبدي حر إن كلمت زيدا، فإن طلاقها وعتقه للعبد
كلاهما معلق على كلام زيد. واضح ولا؟ قال هنا إذا دخل الشرط على بعض جمل مذكورة دون بعض رجع إلى الجمل الداخل عليها فقط ولا يرجع إلى الجميع. أنا مثلت لكم بمثال فقهي سيمثل بمثال من القرآن الكريم، وذلك كقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. لاحظ معي في الأمر بالسكن إيش قال؟ أسكنوهن من حيث سكنتم، يشمل كل المطلقات أو يشمل كل المعتدات، صح؟ لما جاء إلى النفقة قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فجعل النفقة لذوات الأحمال، وأما المعتدات عموما فلهن السكنى. ولذلك قال الشافعية رحمهم الله تعالى إن السكنى واجبة لكل معتدة، السكنى واجبة لكل معتدة، والنفقة للرجعية وذات الحمل. إيش قال في الزبد؟ لحامل وذات رجعة مؤن نفقة، لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن. كل معتدة تلازم السكن، لكن هل كل من تلازم السكن يجب أن تلازم السكن لها نفقة؟ لا، النفقة للرجعية لأنها زوجة، والنفقة أيضا للحامل، فهم؟ جيد، للمبتوت الحامل. قال هنا فالإنفاق راجع لذوات الحمل، وكذا إذا ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لا يجوز التعميم فيما عداه. يعني إذا جاءت عدة جمل وثبت بدليل منفصل بدليل آخر شرط لواحدة فقط، إذن لا يجوز أن نعمم هذا الشرط الذي ثبت بدليل منفصل على كل الجمل. أضرب لك مثالا، لو قلت مثلا أكرم العلماء وأحسن إلى الفقراء، وقلت لك في مقام آخر لا تحسن إلى فسقة الفقراء، أو قلت لك في مقام آخر مثلا أحسن إلى الفقراء إن كانوا عدولا، هذا الآن الشرط إن كانوا عدولا جاء لواحدة من الجمل ليس للجملتين، فلا يتعدى ذلك إلى الجملة الأخرى. فهمتم علي؟ ثم قال مثاله، هذا مثال فقهي، قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الآية من أولها إيش؟ إيش أول آية؟ والمطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صح؟ المطلقات عام، كل مطلقة، يشمل المطلقة الرجعية ذات الطلقة والطلقتين والمطلقة البائن ذات الثلاث، صح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش بعدها؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إيش بعدها؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك. قولوا في ذلك ما معنى؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك، في ماذا؟ في العدة، في العدة. الزوج له حق أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة خلاص، صح ولا؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك، في ماذا؟ في العدة. جيد، طيب انتبه معي،
أنا سأقرأ عليك الآية مرة أخرى وركز معي، لا تكتب شيئا، انتبه معي، اكتب، انتبه معي، بعدين اكتب. والمطلقات، ما المراد بالمطلقات؟ يشمل الرجعيات والبائنات، صح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن كل مطلقة تعتد بثلاثة أقراء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن، بعولة من؟ أزواج من؟ المطلقات، البائنات والرجعيات، صح؟ أحق بردهن في العدة. أسألك، هل زوج المطلقة ثلاثا له أن يردها في العدة؟ وصلنا إلى الإشكال الآن، واضح؟ الآن أين الشرط؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هنا، هنا هل هذا يعود على كل المطلقات البائنات والرجعيات أو فقط على الرجعيات؟ على الرجعيات. من أين أخذتم هذا؟ من دليل منفصل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت هذه الآية على أن المطلقة طلاقا بائنا لا تدخل أو تخرج من قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. فهمتم علي ولا لا؟ فقال هنا مثاله قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات. إيش معنى هذا الكلام؟ على أن الرد في الرجعيات وليس في البائنات. الدليل دل، هنا اختصر الكلام، الدليل دل على أن الرد في الرجعيات وليس في البائنات. ما هو الدليل الذي دل على ذلك؟ الطلاق مرتان مع الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال: فيتعين رجوعه إليهن فقط، أي فيتعين رجوع الشرط إليهن، إلى من؟ إلى الرجعيات فقط دون البائنات. واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.